السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة القمة في بطولة دوري أبطال أوروبا بين البلوزة تشيلسي والميلان ريال مدريد في مباراة الإياب. طبعا سوف نتعرف على جميع القنوات الناقلة وهل هناك قنوات مجانية ناقلة لهذه المباراة لهذه القمة. قبل البدء في التفاصيل والدخول في الموضوع والتعرف على جميع القنوات، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو سلكوك جديد، ونبدأ كلها في التفاصيل أكثر والدخول في الموضوع. طبعا هناك العديد من القنوات الناقلة للمباراة ريال مدريد وتشيلسي في مباراة الإياب، لكن سوف أذكر أبرز القنوات. لدينا القناة الأولى فهي قناة بين سبورت اتش دي ون من تعليق المعلق حسن العيدروس معلقا على المباراة على قنوات بين سبورت. لدينا قناة تي في تروا الدنمارك، ديكي سبورت اتش دي ون رومانيا، بي سبورت اتش دي 1 انجلش، بي تي سبورت اتش دي 1 ام لا ليغا كامبيونز، ريمسي سبورت 1، سكاي سبورت فوتبول ايطاليا، ارينا سبورت 6 كرواتيا، ام لا ليغا كامبيونز بعض. طبعا هذه جميع القنوات الناقله للمباراه، قنوات اجنبيه، لكن بخصوص تعليق عربي وقنوات عربيه معروفه فهي توجد قناه واحده وهي قناه بي سبورت اتش دي 1 من تعليق المعلق حسن العيدروس معلقا على المباراه. طبعا المباراة سوف تلعب في ملعب نادي تشيلسي، ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة السابعة بتوقيت المغرب، الثامنة بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة. مباراة الذهاب انتهت بفوز الميرينجي بهدف لصفر، والآن مع مباراة الإياب يوم الثلاثاء. هذا هو كل شيء مدني بخصوص هذه المباراة والقنوات الناقلة، هذه هي جميع القنوات الناقلة. أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو سيكون جديد، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.